القضية الفلسطينية قضية إنسانية تمس وجدان كل من يتنفس الهواء على هذه الأرض، والنداء الذي انطلق من غزة رقت له حتى ملائكة السماء. هكذا تتوالى المواقف من البشرية رفضا للمجازر والتجويع والإبادة الجماعية. فمن العراق انطلق صوت الشاب المسيحي سلام الذي أكد دعمه للقضية الفلسطينية منذ سنوات، فوجه رسالة غاضبة للعرب قال فيها: وإن عروبتكم، منتقدا المواقف الخجولة لبعض الدول تجاه جرائم الحرب في غزة وتجاه المساعدات التي أرسلت جوا إلى هناك. هواية فلسطينيين يجون يقولوا لي سلام، ليش الدول العربية ساكتة وتباوع علينا احنا اللي دي يصير بينا؟ طبعا من حقهم يسكتون حبيبي، طبعا يقعدون يتفرجون عليكم، يتفرجون عليكم وهم ساكتين حتى يتعلمون المراجل من عندكم. انتوا لك انتوا أزلم عالم شفتهم بحياتي قسما بذات الله. طبعا من حقه يصفون يباوع عليك، ما باليد حيلة ما يقدر يسوي شيء. تحياتي لكم اخويا، لا تسألني هذا السؤال بعد. يقول سلام أنه خسر كل حساباته الشخصية على المنصات بسبب دعمه لفلسطين وغزة تحديدا، فيما لاقى هذا الفيديو صدى واسعا على المنصات والسوشيال ميديا والقنوات الفضائية العراقية والعربية والأجنبية أيضا، في حين كتبت الكثير من التعليقات والآراء حول قصة سلام. نبدأ تلك التعليقات التي اخترناها لكم من آسيا. تقول آسيا في تعليقها: ومع ذلك يجب أن تكون نصرتنا لفلسطين كمسلمين نابع من عقيدتنا الإسلامية نتدين به لله وحده مخلصين له ديننا في ذلك، فما يدفعنا إلى ذلك هو ديننا قبل كل شيء. تعليق من تولا: حبيبي أنت مو مسيحي مو عربي، أنت بس إنسان وإنسانيتك على رأسي اللي تخليك تميز بين الصح والغلط. ربي يحفظك ويحميك ويرضى عليك يا رب. أيضا هناك تعليق آخر من فاطمة: نرجو أن لا تخلطون بين الأوراق، فلسطين قضية إسلامية وإذا دعمتها فنحن نشكرك ولن نضرك شيئا، وذاك موقف إنساني وقفه حتى الكافر واليهودي، لكن أن تشوهوا صورة الإسلام بحكام المسلمين فذلك أمر لا ولن نقبله. من سلام: وفي لا دخل أن تكون مسلما أو مسيحيا أو غيرهما كي تدرك الحقيقة، تلك فطرة بشرية سليمة فقط، وغير ذلك أعمى القلب قبل أن يكون أعمى البصر. تعليق من شمس عبد الله: إحنا عراقيين كلنا يا عيوني، سواء مسلم أو مسيحي، عراقيين قبل كل شيء. تحياتنا لموقفك المشرف وربي يحفظك. حسام يقول: حسام أخوي موقفك يحترم، لكن دعم القضية الفلسطينية ليست حكر على المسلمين أو على فئة معينة، هي قضية الشرفاء وقضية الأحرار والإنسانية جمعاء.